بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخوتي، معكم مواد جروب تربية الحسون والكناري بشكل احترافي. اليوم أردت أن أضع لكم إن شاء الله فيديو على الفوائد الكثيرة للنعناع، والكثير من المبتدئين ما يعرفوهاش للأسف. لهذا يعني من بين الفوائد تاعه، أول شيء أنه مهدئ للأعصاب، يعني الطائر اللي يصاب بالصدمة أو شيء من هذا القبيل فمن الأفضل أن نضع له النعناع، يعني سأشرح لكم طريقة تقديمه. والفائدة الثانية والمهمة جدا، وهي علاج الإسهال. الإسهال عند الطائر كما نقولوا احنا لادياري، علاج جد فعال إن شاء الله. سأريكم إن شاء الله الطريقة كيف تقدمونه. أول شيء نقوم بغلي الماء فوق النار. لما نرى الماء يغلي نرفد شوية من هذا النعناع، يعني على حسب قطعتين هكذا، ونضعها هنا. نتركها قليلا، هذاك الماء نتركه قليلا يكسب الصفرة هذيك، هذاك اللون. نأتي لما يبرد نأتي بالمشربية هكذا في الربع، فقط ربع ماء، ونقوم بسكب هكذا لأوضح لكم أكثر هكذا بهذه الطريقة، مثل ما ترون إخواتي بهذه الطريقة، ونقوم بتقديمها للحسون تاعنا أو الكناري. طبعا هذه يوم بيوم، يعني يوم تقدمها 24 ساعة فقط، وغدا تنحيها تضع الماء عادي، وهكذا حتى نلاحظ إن شاء الله العلاج لدى الطائر الكناري أو الحسون. والخطوة الثانية، ويعني أهم خطوة، نأتي بكأس نخوي فيه على طريقة إخواتنا في الصحراء هكذا، نأتي بالسكر نضعه ملعقة فقط أو ملعقتان، نحركه جيدا مثل ما ترون إخوتي هكذا، وكما ترون وشهية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.